الأستاذ يحيى هو أحد أصدقائي في المدرسة، نعمل سويا من العام الماضي. شخص محترم محب لعمله، لكن أنا تفاجأت في أحد المرات أنه وقع دفتر أمامي فيه بعض المعلومات اللي بتحكي عن بدائل الطاقة، بتحكي عن شيء مفيد للمجتمع، أنه كيف بده يحول المياه لحتى تكون بديلة للطاقة. أنا استغربت من هذا الأمر وسألته، قال لي أنا ما حكيت لك كل شيء عن حياتي، أنت بتشوفني فقط هون في العمل. وقت حكى عن تجربته، وكانت التجربة مع أحد المعلمين أنه جربها في سيارته، أنا بصراحة تفاجأت أنه شخص محب لعمله وشخص محترم في عمله، وكان كذلك الأمر أن يكون في عنده اهتمامات أخرى خارج عمله كمدرسة. أنا العبد لله يحيى الشون من مواليد حلب، درست 4 سنوات الابتدائي في مدينة حلب الحبيبة، من ثم انتقلنا إلى موطننا الأصلي إلى قريتنا وهي مدينة الأتارب، حيث درست أكملت المرحلة الابتدائية الصف الخامس والسادس والصف السابع، ثم انتقلت إلى مدينة القامشلي حيث درست في المعهد الشرعي الخزنوي، وبحمد الله تخرجت عام 92-93 من المعهد الشرعي الخزنوي، وسجلت في جامعة أم درمان كلية أصول الدين، وللأسف يعني بسبب الظروف المعيشية الضيقة لم أتابع الدراسة في جامعة أم درمان. عملت كإمام وخطيب في عدة مدن سورية، تنقلت بين المدن ثم عدت إلى الأتارب. في بداية الثورة كنت في بدايتها مع الأخوة المجاهدين، كنا بجانب إخواننا الثوار في مطلع الثورة، فكنا أنا ومجموعة من الدعاة نخرج نمارس عملنا واختصاصنا في الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الأخوة الثوار في عملهم وجهادهم وثورتهم وتوجيههم. بداية الثورة ونتيجة ضيق الأحوال، نتيجة القصف والنزوح وقلة الموارد والإمكانيات، أصبح هناك يعني عندي تطلع إلى البحث عن بديل، عن بديل للطاقة، عن يعني ابتكار جديد يساعد الناس، انعدم الغاز، المحروقات، وسائل الحياة الطبيعية انعدمت، لا كهرباء لا ماء، المحروقات كلها غالية الثمن. فكنت أتطلع يعني إلى يعني أصنع شيء، أبتكر شيء يخدم المجتمع من حولي. فكانت تطلعاتي إلى البحث عن الوقود أو بالأحرى الطاقة بدون وقود. هذا الجهاز يتكون من صفائح معدنية من الستانلستيل، يوصل على هذه الصفائح تيار كهربائي 12 فولت من السيارة، يقوم التفاعل داخل هذا الجهاز، ومن خلال هذا التفاعل مع مرور تيار الكهرباء يخرج أو تنفصل ذرات الماء المؤلفة من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، تنفصل هذه الذرات وتخرج على شكل
فقاعات من الغاز، ما يسمى علميا بالهيدروكسي، هي غاز قابل للاشتعال، بل هو يكون اشتعاله 100% واحتراقه يعني قوي جدا، صوت الانفجار قوي جدا. هذا الغاز أنا أدخلته مباشرة إلى السيارة عن طريق المينيفول أو الكربراتير أو فلتر السيارة، فيدخل مع الهواء فيساعد في الاحتراق، بل يرفع الاحتراق من 30 أو 35% داخل المحرك إلى 100%. فهو يحسن الاحتراق ويجعله 100% أولاً. ثانياً يزيد من سرعة المحرك، يزيد من سرعة السيارة. الأستاذ يحيى أنا تعرفت عليهم بحكم شغلي هون بالأتاري، يعني أنا مكنسان وهو الزلمة بفترة من الفترات كان عنده سيارة، وسيارة كتير تعزف فيها، فدور المعلمين البلد كلياتها فما حدا قدر يشتغل له، هي فجاب لي إياها قال لي خلص اشتغل له، قلت له بشتغل ما في مشكلة، أنا مصلحتي يعني، والحمد لله أنا يعني تقريبا أبا عن جد هي مصلحتي، يعني مصلحتي من زمان الحمد لله رب العالمين. فقال لي يعني خيو درت كتير وكذا، قلت له ما في مشكلة أنا بشوفها، أنا بقدر عليها بقدر عليها، ما بقدر عليها قلت ما بقدر عليها، والله جابها الحمد لله. قلت له إيه بساويها، بس هي يا معلم بدها يعني بدها وقتها، يعني بدها شغل، بدها صفني يعني، ما هو هيك يعني شغلة. قال لي ما في مشكلة خذ وقتك، والله أخذت فيها شهر كامل يعني، لأني محرك غير محركة، هي محرك هي بيجي هذا محركة شفر السيارة، نحن استبدلنا الشفر كلياته، والشفر بيجي غرفته ضيقة كثير، فالحمد لله رب العالمين. ومن هون صار في عرفي بين يعني صار في تعارف بيني وبين الأستاذ يحيى، صار يتردد علي وتردد علي مثلا أنا، وقال لي بذكر إنه اقترح علي مرة إنه أخيو في جهاز من ركبه للسيارة بشان توفير يعني الوقود وكذا وهيك، قلنا له ما في مشكلة بنشوفه نتعلم يعني عادي، كلها تعلم الدنيا كلها تعلم. قال لي ماشي، وتعاوننا في الموضوع أنا وياه، والحمد لله رب العالمين جربنا الجهاز على سيارة، أول سيارة بنجرب عليها هي السيارة اللي نفسها طبقتها للميتور الحمد لله، وأعطت مفعول يعني توفير 40%، هذا يعني أكيد 40% بالوقود. وبعد هيك في عندي أنا سيارة ماتيز كمان جربنا الجهاز عليها، كمان أعطى كمان ما شاء الله نتيجة حلوة كويسة يعني، كمان شيء 40%. ومن ذاك الوقت صرنا يعني مثل ما بقولوا دخلنا هيك يعني على الخط بشكل سريع، يعني صرنا استشيرني أنا بحكم إنه مكنسيان وكذا وهيك بصير وهيك ما بصير، وأنا بحكم هو كمان عمله هيك يعني الحمد لله رب العالمين. وصلنا وهلا الجهاز راكب على سيارة، ويعني ما هو إنه وقود كامل بس توفير كدرجة 50% صار هلا الحمد لله رب العالمين. أيضا هذا الجهاز يخفف من درجة حرارة المحرك، بالتالي نحن نعلم أنه كل 3000 كيلومتر يتغير نغير الزيت، زيت المحرك. في حال تركيب هذا الجهاز على السيارة لا تغير الزيت إلى 9000 كيلومتر. ليش؟ لأنه الزيت يفقد لزوجته في حال ارتفاع درجة حرارة المحرك، بينما في حين وضع هذا الجهاز على السيارة تخف درجة حرارة المحرك، تبقى لزوجة الزيت دائمة ومستمرة أكثر. هذه أيضا من المحاسن ومن التوفير، بالتالي يوفر الوقود، يوفر الوقود إن كان بنزين، يوفر هذا الجهاز من 40% إلى 60% حسب كبر الجهاز، حسب كبر وصغر الجهاز. وعلى سيارات الديزل يوفر بحدود 25 إلى 35%. أيضا هذا الجهاز حينما يركب على السيارات لا يخرج الكربون من العادم من الإشطمان، وإنما يخرج بخار الماء، لأن ناتج احتراق غاز الهيدروجين والأكسجين
هو بخار الماء، ناتج الاحتراق هو بخار الماء، عكس المحروقات الثانية ناتج الاحتراق يكون كربون وغازات سامة. فأيضا هذه ناحية إيجابية وبيئية للمحافظة على البيئة. هذا الجهاز يرفع من قدرة المحرك، طبعا يعطي القوة والعزم زائد السرعة زائد التوفير في الوقود زائد كما ذكرنا تأخير موعد تبديل الزيت إلى 3 أضعاف المدة. أيضا كما ذكرنا العادم، يعني هو صديق للبيئة، ناتج الاحتراق يكون بخار ماء. بابا مدرس في المدرسة الثانوية الشرعية وأنا كنت أحد طلابه في المدرسة، فمرة صح لي وصار يفرجينا مقاطع فيديو على الجهاز شلون تحويل الماء إلى غاز هيدروجين وأكسجين مشان نشغل السيارة على الماء. فمرة من المرات يعني كنا نحن بالأول ما نمسكين هالشي، فيعني من كثر التجارب معه صرت اشتغل معه وساعده هيك لحتى صرت يعني صرنا نصدق هالشي. فمرة سحلي من البيت مشان ساعده طلعت لعنده لبرا، في أحد الخراطيم تبع هذا الجهاز ما بيدخل في الثقب، فبدنا طريقة مشان نفوت الخرطوم بالثقب، فجبنا قداحة وصرنا يعني شغلنا الخرطوم مشان يفوت في قلب الثقب، فصار الانفجار واجتمعت علينا الحارة والتمت علينا العالم. الحمد لله يعني ما صار انه اضرار وهيك شغلات، الحمد لله مرقت بخير وسلامة. هذا الجهاز هو نموذج رقم 8 حتى وصل إلى ما هو عليه وركبته على السيارة، وكانت عوامل الأمان كلها موفرة في هذا الجهاز. البدايات كانت صعبة جدا، أنا صنعت 7 نماذج قبل هذا الجهاز حتى أتممت هذا التصنيع بجميع يعني مراحله. كان في صعوبات كبيرة جدا، البداية كان بجهاز حجم صغير جدا وبعبوة مندرين كنت وخراطيم عادية فكنت أصنع فيها، وحصلت معي انفجارات كتير لأنه هذا الغاز خطير، ليس يعني لا يشبه غاز الطبخ اللي نحن بنستعمله في البيوت. الفارق كبير، يعني علميا الغاز الميثان الذي نستخدمه في البيوت هو غاز فقط قابل للاحتراق، يحتاج إلى الأكسجين يأخذه من الهواء فيشتعل، بينما هذا الغاز الذي ينتج من هذا الجهاز فيه أكسجين وفيه هيدروجين فقط يحتاج إلى الشرارة، فبمجرد ما تعطيه شرارة يدخل تيار النار، تيار مثل تيار الكهرباء بسرعة فائقة جدا بأجزاء من الثانية ضمن الخرطوم الغاز إلى الجهاز فينفجر الجهاز. فيجب وضع، أنا طبعا عانيت كثير بينما عرفت أنه لازم يوضع مانع ارتداد اللهب، ما كان موجود، فصممت مانع ارتداد اللهب أنا صنعته بنفسي، لكن للأسف يعني ما فيه تقنية عالية، فكان 20 مرة المرة 21 أو الأكثر يرجع اللهب، فما قدرت صنعه بشكل تقني بشكل جيد. يعني الحقيقة يعني حب التطفل وحب البحث والابتكار، هذا الشيء يعني حب التطلع كان موجود فيني الحقيقة من صغر. حتى بتذكر كنت بالصف الخامس، فكنت أحب مادة العلوم كتير كتير، مادة العلوم كتير كتير أحب مادة لألي. الحقيقة كنت في البيت كان عنا جنينة صغيرة فيها هيك زهور، كل أنواع الزهور، أبوي كان هيك يعني بيحب الطبيعة كتير، فكنت أنزل على الجنينة أنينة الإبر، أنينة صغيرة زجاجية صغيرة،
هاي العبوة الزجاجية الصغيرة كنت جيبها حط شوية تراب في قلب المنة، بعدين حط كت عليها مي، ملح ليمون، ملح ليمون، بعد المنة شغل عود الكبريت ونزله في قلبه فيتكاسف الدخان، يطلع لون رمادي، دخان كثيف جدا، لون رمادي، ووقف تفرج عليها ايش عم يصير. بعد ما يطفى عود الكبريت كانت تتشكل مادة شمعية، سبحان الله، يعني انه احكي مع حد طلع معي شيء، بس ايش هو هذا الشيء ما بعرف. فكنت يعني كل شيء حواليتي حب اتعرف عليه، حب اعرف من ايش بيتالف، كيف بيشتغل. حتى كنت بسن اصغر من هيك، فكنت اطلع واقف في الشارع شوف الاطفال عم بيلعبوا بالطابه، انا واقف ما اروح العب معهم، كنت واقف اتفرج عليهم انه هلا هن عم يتحركوا، عم يروحوا، عم يجوا، كيف عم يتحركوا، شلون عم يحكوا. هلا انا عم بحكي شايف حالي، بس كيف، شلون، شوف السياره عم تمشي وشغال الضوء، قول لحالي الكهرباء، انا بعرف الكهرباء لها شريط سلك كهربائي، طيب هاي السياره شلون عم بيشتغل الضوء بدون سلك، وين السلك، سلكه طويل معقول كل هالشيء طويل. ف كانت تساؤلات كثير عندي وما لاقي لها جواب. حتى في عندي مشكله كانت في صغري وهي انه الخجل، فكنت اخجل اطرح هالاسئله وتضل هالافكار تراودني، وهالاسئله الكثيره يعني تراودني في ذهني وما لاقي اجابات طبعا فيما بعد. فهذا الامر كان موجود فيني من صغر، حب الفيزياء، حب التطلع والتعرف على كل ما حولي. انا اختصاصي شرعي، اختصاصي شرعي في عملي كامام وخطيب ودعوه الى الله، لكن ما كان هذا يعني فقط اهتمامي، وانما كان عندي اهتمامات كثيره في كل حياتي، لكن هذا الشيء تجلى في بدايه الثوره. نقص الموارد، غلاء المحروقات، نقص الغاز وغلاء الأسعار، كانت الحياة صعبة جدا جدا جدا. فهذا الشيء ولد عندي طاقة هائلة نحو إيش؟ نحو إنه البحث عن بديل، عن بديل، عن طاقة، عن المحروقات، بديل عن الشيء اللي نحن معرفة من كهرباء، من غاز، من محروقات، بدي شيء بديل يعني تستبدله الناس، يساعد الناس في حياتهم. فبدأت الفكرة، اطلعت على، كانت الفكرة حول مولد كهرباء زائد موتور كهربائي. حاولت شغلهم مع بعضهم، البداية تشغيل عن طريق بطارية وإنفنتر، ومن ثم شغل المحرك الكهربائي عن طريق المولدة. اشتغلت بهذا الموضوع ووصلت لنتيجة، لكن كانت غير مجدية، يعني بالنتيجة راح توصل لهدر الماتور، فبالتالي الموضوع أو المشروع غير مجدي. تركت الموضوع، اشتغلت في شيء آخر، حاولت صنع مروحة هوائية، وفعلا صنعت المروحة بشكل كامل يعني ما توفر من معدات. كنت جيب بعض القطع من المكبات، صنعت الشفرات عند محل فايبر على نفس القياس الصيني. طبعا مروحة الهوائية الصينية ما بتشتغل في الأماكن المنخفضة وقليلة الرياح أو قليل سرعة الرياح، بتشتغل على سرعة رياح محددة. للأسف في منطقتنا على سبيل المثال الأتارب ما بتشتغل فيها هي المروحة، ما لها جدوى، ما بتعطي إنتاج كهربائي. فحاولت أنه استبدل المحرك اللي عم يولد الكهرباء داخل هي المروحة بماتور البسكليت، في ماتور محرك البسكليت اللي على الكهرباء
له ماتور، فركبت هذا الماتور على جنزير، شكلت الجهاز كاملا، ركبت المراوح اللي انا اخذت قياساتها وصنعتها عند محل فيبر وركبتها على هي المنظومه اللي انا اشتغلتها على هذا الموتور، وفعلا اشتغلت وعطت مردود كهرباء رائع جدا، وهلا انا معلقه فوق سطح البيت. بالتالي طلعت الى امور اخرى من الناحيه المعيشيه، انا حاولت وصل لبذار الفطر. بذار الفطر، الفطر هو يعني زراعة مفيدة كتير، فيها من البروتين، فيها من الأملاح المعدنية، فيها كتير فوائد لجسم الإنسان، وزراعتها بسيطة كتير وخفيفة. توصلت لبذار من أحد الأصدقاء وزرعت الفطر، ولله الحمد نجح عندي بشكل ممتاز جداً. وممكن أي شخص بأي منزل، في كل منزل يمكن زراعة الفطر وبطريقة سهلة وبدون تكاليف. أنا كنت عم بطلع على هيك مشاريع ولهيك مواضيع، لكن للأسف يعني ما كان في دعم، ما كان في إمكانية حتى، كانت الظروف صعبة كتير. أنا بوجه رسالة لكل من يسمعني ويشاهد هذه الحلقة، وهي كوصية الالتفات إلى العلم. العلم هو طريق النجاح. العلم ضياء، العلم نور، العلم هو الشمس، هو البصر، هو البصر. العلم هو الضياء، هو البصر. حينما يقال العلم نور، العلم نور، أي هو نور العين، هو ضوء، والعكس هو الظلام. لا يوجد إبصار أبداً. يعني هذه الطبيعة، هذا الجمال، هذه المخلوقات من حولك كلياتها من العلم. فأوصي الشباب، كل من يسمعني، الالتفات إلى العلم وعدم تضييع الوقت على الملاهي والألعاب، الأشياء التي تدمر عقل الإنسان وتلغي إنسانيته. الإنسان تميز عن جميع المخلوقات بعقله، أي بعلمه وما يحويه هذا العقل من معلومات. فأنا الحقيقة ماني اختصاصي، أنا اختصاصي علوم شرعية وهذه دراستي. ماني عالم فيزياء ولا كيمياء ولا ميكانيك سيارات، لكن العلم وحب التطلع وحب البحث. أنا كنت أسهر يعني ليالي طوال في سبيل أقرأ أبحاث كبيرة كثير، أقرأ من 200 ل 300 صفحة وربما أكثر بدون مبالغة، وربما أكثر من 300 صفحة، وأقرأها ربما من جهاز أحيانا وأحيان أخرى من اللابتوب. فعيوني يوجعوني في الهدف التعلم، وأن أصل إلى نتيجة أنفع بها نفسي ومجتمعي، وكنت أشعر بلذة كبيرة وأنا أعمل. أنا المكان هذا الذي أصور فيه، هذا هو بيتي وغرفة نومي وغرفة معيشتي بنفس الوقت، وأيضا ورشة عملي. ما عندي مكان ورشة عمل،